بالفعل كنت مجرد الاعلان على الترشيح ديالي في الدائره ديال تارودانت الشماليه. شفنا كيفاش انه كاين الخصوم السياسيين اللي داروا واحد الحمله على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، الحمله ديال كومكو راه لا انتمي لتلك المنطقه. والحقيقه انه هاد الارقيم وهاد الزاويه اللي اختاروها كتبين بان الخصوم السياسيين يعني ما كيتفروش على 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 اسلحه حقيقيه، وانما اختاروا هاد المعجم اللي فيه معجم ديال العنصريه، معجم ديال البهتان ديال الكذب. حقيقه انا ابن جماعه ديال زاكموزن ابا عن جد، وهذيك المنطقه هي المنطقه ديالي، والمنطقه اللي تولدت فيها وتزاديت فيها، والمنطقه اللي عندي فيها اصول وعندي فيها العائله كلها. ما يمكنش يمحيو التاريخ شاهد، التاريخ كيشهد، ولكن هذا مجرد تبرير مثل هذه الامور ومجرد الخوض في مثل هذا النقاش هو تميع. نهضروا على البرامج، نهضروا على الافكار، نشوفوا كيفاش هذيك المنطقه علاش ما استفدتش من التنميه حقيقه اللي كتستحقها. 52 جامعه باقي فيها الفقر، باقي فيها الاشكاليات حقيقيه، وهذا الشيء هذا النقاش اليوم هو اللي غادي نخوضوا به الحمله الانتخابيه ان شاء الله.